النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت الحقيقه خليه نحل متكامله، في شغل في كل الاتجاهات، لجان العمل شغاله. النهارده كان في اجتماع مهم للجنه الخدمه المجتمعيه، ودي لجنه النادي الاهلي بيطلع فيها بالدور الكبير له في خدمه وطنه ومجتمعه وكل المحبين. ايضا في جوانب انشائيه كثيره، وفي استعدادات كمان لاستقبال الشهر الكريم في فروع النادي المختلفه. خلونا نرحب بدايه بالدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور، وكل سنه وانت طيب. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير كابتن عدي، وكل سنه دكتور سعد كل سنه وانت طيب. ويعني كالعاده بتخش تطمنا على اخبار الاهلي وتوضح لنا. يعني النهارده كان عندك مجموعه من الاجتماعات المهمه. يعني خليني في البدايه طبعا اهني كل جموع الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، واهني اعضاء النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه بهذا الشهر الكريم، وكمان جماهير النادي الاهلي الكبيره في كل ارجاء المعموره بحلول شهر رمضان المبارك، ويعود ربنا كده علينا دايما وعلى مصر كل خير وسعاده ويوم بركات ان شاء الله. في الحقيقه كابتن عدلي واستاذ ابراهيم، احنا النهارده كان فعلا عندنا اجتماع واحد من الاجتماعات المهمه، كان النهارده اجتماع مؤسسه الاهلي نادي الاهلي للتنميه المجتمعيه في الحقيقه لمجلس الامناء برئاسه الكابتن محمود الخطيب النهارده. في الحقيقه كان في خبر صار النهارده من المؤسسه، وهو اطلاق مبادره النادي الاهلي لمراكز التنميه المتكامله في ربوع جمهوريه مصر العربيه. وفي الحقيقه دي هتبقى سلسله من المراكز اللي بتقدم مجموعه من الخدمات اللي في الحقيقه يعني بتتصل في خدمات محتاجها المواطنين المصريين في كل ارجاء مصر ان شاء الله، وهي مجموعه من الخدمات ترتبط بالخدمات الصحيه والتعليميه، وفي الحقيقه ايضا الخدمات الثقافيه، بالاضافه الى بعض الخدمات الرياضيه اللي هي قلب النادي الاهلي. ولكن احنا حاولنا ان احنا نربط النهارده ما بين الرياضه وما بين التحديات اللي بتواجه المجتمع المصري، ودي بتتصق مع مبادره جمهوريه مصر العربيه وخطتها الاستراتيجيه 2030، وشفنا ايه التحديات اللي بتواجه المواطنين المصريين، بحيث ان النادي الاهلي بيتحمل مسؤوليته تجاه مجتمعه وتجاه جمهوريه مصر العربيه. وتلاقينا ان في اربع مجالات رئيسيه في الحقيقه دولت واحده من اهم التحديات، ودولت بيمثلوا ايضا مدخل لجوده فرص الحياه في كل ربوع مصر، وهم الصحه والتعليم والثقافه والترفيه. وفي الحقيقه كمان عملنا ربط بينهم وبين الرياضه، فدي واحده من المبادرات ان شاء الله اللي هتظهر النور ان شاء الله قريبا، ودي النهارده مجلس الامناء قررها في اطار مسؤوليه النادي الاهلي تجاه مجتمعه، اللي بيضم مجلس الامناء مجموعه من العناصر من كل اطياف المجتمع المصري. ايضا زي مين عناصر مجلس الامناء يا دكتور؟ يعني اكيد احنا ذكرناهم مرات قبل كده، وهي كلها قدرات وخبرات كبيره موجوده في كل مجالات العمل العام ان شاء الله باذن الله، بتسري خبراتهم وبيسرونا في النادي الاهلي، وده بياكد رساله مؤسسه النادي الاهلي المجتمعيه، ان الاهلي للجميع وليس فقط لابناء النادي الاهلي. تمام. حضر النهارده الكابتن علي ابو جريشه والبطل الاولمبي الكبير محمد رشوان، مش كده؟ وفي الحقيقه طبعا دولت اثنين من الرموز الرياضيه الكبيره في الحقيقه، وهم دولت اعضاء مجلس ايضا الامناء، والمجلس النهارده صدق على انضمامهم في الحقيقه موجودين معانا داخل مجلس الامناء. تمام. لو حبينا نشرح اكتر فكره مراكز التنميه المجتمعيه، ايه الفكره وهتتعمل في الاقاليم او في المحافظات زي ما بيتقال ازاي؟ يعني احنا عندنا في الحقيقه مجموعه من المعايير، قلنا ان احنا مراكز التنميه المتكامله دي هي بتقدم من اسمها كده مجموعه من الخدمات المتكامله في مجالات الصحه، في مجالات التعليم، في مجالات الثقافه، في مجالات الترفيه، وايضا في مجالات الرياضه. احنا حطينا مجموعه من المعايير احنا هنعملها في الاماكن الاكثر احتياجا لهذه الخدمات في الحقيقه، وحسب النقص الشديد في هذه الخدمات، عشان احنا عندنا توجه وهدف مهم جدا ان احنا نتكامل مع رؤيه الدوله المصريه واهدافها الاستراتيجيه في تطوير المجتمعات المصريه، وان احنا نكون جزء من ايجاد الحلول للتحديات اللي بتواجه مجتمعاتنا في الاماكن اللي فيها نقص في خدمات التعليم، نقص في خدمات الصحه، نقص ايضا في الخدمات الثقافيه، نقص في الخدمات الترفيهيه، وايضا نقص في الخدمات الرياضيه، ودي هتقدم خدماتها لابناء
النطاق الجغرافي اللي هي بتتواجد فيه، واحنا يعني بدأنا نتواصل مع الجهات المؤسسات الوطنيه المصريه اللي عندها قواعد البيانات الخاصه بالمناطق اللي بتحتاج هذه النوعيه من الخدمات، وسوف نعلن عنها في القريب العاجل ان شاء الله. اذا تفعيل المبادره دي بالتنسيق مع جهات الدوله المختصه. طبعا اكيد، لان احنا هنرتكز على قواعد بيانات زي ما انا قلت، احنا مش هننشئ في اماكن فيها كثافات او فيها هذه الخدمات متوفره درجه ومستويات جيده، ولكن احنا هنوفرها في الاماكن اللي بتحتاج لهذه النوعيه من الخدمات. طب احنا نتوقع باذن الله لما يتم الاستقرار من خلال الدراسات والبيانات و يعني التواصل مع الجهات المعنية على خطة محددة بأشكال الدعم التي سوف تقدم، نتمنى أن حضرتك تخصنا برضو بأن احنا نطرحها تفصيلا. النادي الأهلي ناوي يعمل إيه؟ هل بطريقة أعطيني شبكة ولا تعطيني سمكة، ولا بطريقة الدعم المباشر؟ لا، هو في الحقيقة الرؤية بالنسبة لنا واضحة، والنهارده مجلس الأمنة كان عنده رؤيه واضحه للاماكن المحدده، وانا قلتها دلوقتي، قلت الاماكن اللي هي بتحتاج هذه النوعيه من الخدمات احنا عايزين نسهم في مسانده ومساعده افراد المجتمع المصري في الحقيقه اللي هم عندهم احتياج لخدمات التعليم، خدمات التعليم للكبار، محو الاميه، احنا عندنا رؤيه واضحه ومحدده، ايضا خدمات الصحه، الخدمات الصحيه، الفواصل الطبيه اللي هتبقى موجوده في هذه المراكز، مراكز التنميه الشامله، لان هي من اسمها هي مراكز تنميه متكامله، هي مراكز تنميه متكامله بتقدم مجموعه من الخدمات اللي بيحتاجها المواطن، وهي خدمات اساسيه، خدمات التعليم هي خدمه اساسيه، خدمات الصحه هي خدمه اساسيه يحتاجها كل مواطن، خدمات الثقافيه ايضا دي خدمه النهارده واحده من الخدمات الاساسيه اللي النهارده بتطور المستويات الثقافيه في اماكن لا تصلها الى القوافل الثقافيه، فده كله احنا واضح بالنسبه لنا ايه مجموعه الخدمات اللي هنقدمها، وايضا بجانب خدمات بعض الخدمات الرياضيه ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده كان في حفل تكريم للام المثاليه مش كده في النادي؟ يعني النهارده كان عندنا ايضا حفل ثاني، احنا كان عندنا حفلين في الحقيقه، وده برضه ان احنا بنقدر نغطي كل قطاعات النادي الاهلي، كان عندنا حفل يوم الخميس الماضي ايضا في مدينه نصر، كان ده لتكريم الرائدات المثاليات من اعضاء النادي الاهلي، والنهارده كان عندنا حفل اخر وهو تكريم الام المثاليه من الجهاز الوظيفي للنادي الاهلي في الحقيقه، وكان الكابتن محمود حريص على حضور هذه المناسبات وتقديره لدور المراه المصريه في الحقيقه. يمكن الخميس الماضي اللجنه العليا اللي كانت منظمه هذا الحفل، الحقيقه الكابتن محمود كان تصادف ان وجوده في خارج مصر في الحقيقه فلم يتمكن، ولكن النهارده على الرغم ان احنا كان عندنا اكثر من اجتماع، النهارده كان حريص ان هو يتواجد ايضا معاهم، وده على فكره بيعزز فكره وفلسفه اسره النادي الاهلي. أسرة النادي الأهلي أيضا المكون الرئيسي ليها وهو المرأة المصرية في الحقيقة، وده كان تقدير مهم النهارده في حضور كابتن محمود وبعض من أجناء يعني أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وكان في الحقيقة ده أدخل السرور على كل الجهاز الوظيفي النهارده في النادي الأهلي. لاحظنا يعني في حركة التعيينات الأخيرة تعيين مديرا لفرع التجمع اللي هو النحاس. مدير لفرع التجمع، يعني احنا خلاص النهارده في نهايه السباق للتجهيز لافتتاح فرع التجمع في الحقيقه، ومش بس النهارده تعيين المدير لفرع التجمع، في الحقيقه احنا كان كمان عندنا سلسله من الاجتماعات في الفتره الماضيه، كمان كان عندنا تكليفات من كابتن محمود ومجلس الاداره للمكتب التنفيذي لمناقشه التفاصيل الدقيقه لعمليات التسجيل في الحقيقه، بداية من الفرش الداخلي للمبنى الاجتماعي، ده برضه كان بيتناقش بتفاصيله كاملة، التجهيزات المكاتب الإدارية وتفاصيلها أيضا كاملة، الخدمات اللوجستية للتشغيل زي أجهزة الإنترنت، شبكات الإنترنت وتوصيلها، أيضا التجهيزات للاشتراكات، التجهيزات للإدارات المركزية اللي هتبقى موجودة، خدمات الأمن اللي موجودة، خدمات البوابات، إدارة الخدمات واحتياجاتها، اللاند سكيب بتاع الفرع، كل ده في الحقيقه كان على مدار الاسبوع الماضي كان في تكليف واضح من
الكابتن محمود ومجلس الاداره للمكتب التنفيذي، وناقشناه بتفاصيله الدقيقه، واستعرضنا كمان الشكل العام لهذا الفرع الجديد اللي في الحقيقه هيبقى بيشهد نقله نوعيه في فكره الخدمات المقدمه وجودتها داخل فروع الانديه في جمهوريه مصر العربيه وليست في النادي الاهلي فقط زي ما انا ذكرت كده. في الحقيقه كل ده كنا بنناقش التفاصيل الدقيقه، ويمكن ان شاء الله بكره عندنا زياره لكامل مجلس الاداره ان شاء الله على الرغم من بكره الجمعه، وده يعكس حجم الجديه وحجم الاستفاده من كل دقيقه بتمر للاستعداد لافتتاح لهذا الفرع ان شاء الله. ان شاء الله. ده بيقودنا الى يعني موضوع ان خلاص من اول ابريل سيتم العمل بالفئات الجديده لقيم العضويات في الافرع المختلفه. يعني خلينا ولا في احتمال ان يعني انا كنت عارف ان في اقبال شديد الفتره اللي فاتت، فممكن مش كل الناس قدرنا نستوعب انهاء اجراءاتها، فهل في فكره ان احنا نمد لحد ما نستوعب كل من تقدمه؟ في الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي حريص على انه ياخد كل الارقام اللي بتتعرض عليه بعنايه شديده جدا، وخلينا اقول لحضرتك ان احنا مجلس الاداره يوم الاثنين الماضي كان منعقد في مدينه نصر في الحقيقه، وكان بيفتتح اربع ملاعب بدل داخل مقر مدينه نصر، اللي يمكن الاربع ملاعب بدل اللي احنا فتحناهم في مدينه نصر بيمثلهم ارض الاربع ملاعب وصلوا لفرع الشيخ زايد، وبيوصفهم ايضا ملعبين وصلوا لمقر رئيسه الجزيره في الحقيقه. فاحنا كل الفروع عندنا يعني عندنا رؤيه واضحه للتجهيزات اللي فيها. لكن ده يخليني اروح لحضرتك للسؤال اللي حضرتك كابتن عدلي يعني وحضرتك استاذنا يعني طرقت بيه، ان احنا كان عندنا لجنه العضويه اتعرضت على مجلس اداره النادي الاهلي واعتماد لجان العضويه الشهر ده بس كان عندنا الحمد لله 325 عضويه تم اعتمادها، تم عمل لجنه في الحقيقه. وده يخليني طبعا اضم صوت كابتن محمود والمجلس ليوجه الشكر للجنه العضويه اللي بذلت مجهود كبير، واكيد احنا هنقف عند الارقام دي وبنحللها بشكل كويس، ايضا بنستشعر التحديات اللي ممكن تواجه الافراد اللي عندهم رغبات في الانضمام لاسره النادي الاهلي وفروعه اللي اصبحت النهارده موجوده في كل اماكن القاهره. اعتقد ان المجلس الموقر ان شاء الله بيدي ده بعنايه شديده جدا، بيشوف مصالح الافراد فين، بيشوف مصالح ورغبات الناس كيف يمكن ان احنا نستجيب ليها. فخلينا ننتظر لما مجلسنا ينعقد ويتخذ ويدرس الارقام ويدرس التحديات اللي ممكن تواجهنا، وهو بياخد القرار اللي يسعد كل اطياف المجتمع المصري بالتاكيد اللي عندهم رغبه شديده في الانضمام لاسره وعائله الاهلي ان شاء الله. دكتور كل سنه وانت طيب، رمضان على الابواب يوم السبت ان شاء الله اول الشهر الكريم، ايه البرنامج اللي معمول لاعضاء النادي في فروع النادي المختلفه بشكل استثنائي لرمضان؟ يعني في الحقيقه رمضان ده ان شاء الله جاي ومعاه الخير ان شاء الله ان شاء الله لكل الشعب المصري. يمكن احنا النهارده بنتكلم في ان الجائحه بدات يعني يعني تنكشف الغمه اللي كانت مصاحبه ليها، يمكن السنه اللي فاتت توقفنا عن قصتها، لكن السنه دي في الحقيقه احنا ساعدنا قوتنا بشكل كبير جدا وقصتنا ان شاء الله. فاحنا عندنا سلسله من الانشطه من انشطه الانشاد الديني ان شاء الله، من فرق لها مكانتها ولها شعبيتها داخل جمهوريه مصر العربيه. فعندنا في الثلاث فروع ان شاء الله حفلات للانشاد الديني دي ان شاء الله نعملها في الثلاث فروع. عندنا مجموعه من الدورات الرمضانيه ايضا خاصه باعضاء النادي ان شاء الله هنعملها. عندنا ايضا الشعائر الدينيه ان شاء الله واحيائها، والحقيقه مجلس الاداره الموقر اعتمد الخريطه بتاعه الشعائر الدينيه في الثلاث فروع في مدينه نصر وفي الجزيره وفي الشيخ زايد في الحقيقه، وخصص لهم ايضا مقيمين هذه الشعائر صلاه التراويح، واعتمد لهم الاسماء المرشحه ان هي تكون معانا بالتعاون مع الجهات الوطنيه المصريه المختصه في هذا الشان، وهم افراد ايضا مستمدين منها. ده ايضا جزء كبير في الحقيقه. ايضا عندنا حفل افطار رمضان ان شاء الله بنرحب فيه وجه الكابتن محمود، فان شاء الله عندنا سلسله من الاحداث المستمره اللي بتغطي ايضا شهر رمضان بالكامل ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور وموفق دايما ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ عين، شكرا جزيلا، شاكرين على يعني حضورك السريع باستمرار وايضاحاتك الجميله السلسه. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.